هل فعلا الفراخ المجمده اللي جايه من البرازيل محقونه هرمونات وهتضر بصحتنا؟ وهل مرتضى منصور هيتحبس المره دي بجد؟ وايه اللي عمله بايدن لما راح اوكرانيا؟ وايه الصاروخ اللي غربته روسيا اللي بيشيل 10 رؤوس نوويه؟ والامارات فعلا بتزق الدنيا لدين جديد ولا ده مجرد مجمع اديان وخلاص؟ مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه اتفضل. احداث الاسبوع اللي فات نتكلم فيها سريع تمام. ما تنسوش لايك سبسكرايب على اليوتيوب، شير في كل حته على السوشيال ميديا. يلا بينا نبدا. فجاه من غير مقدمات لقينا بايدن في كييف عاصمه اوكرانيا وبيتصور مع زيلينسكي وبيتكلم عن الحرب وان امريكا هتدعم ومش هنسيب الاوكرانيين لوحدهم وهندعمكم على قد ما نقدر ومش هنخسر وهننتصر ومش عارف ايه. في نفس الوقت كان بوتين عنده كلمه قدام الجمعيه الفدراليه الروسيه، والكلمة دي كانت على بعد مرور سنة من الحرب، وكان بيتكلم برضو على أهداف روسيا وأهداف الغرب والغرب بيحارب روسيا إزاي، وتطرق لمواضيع كتير مش بس الحرب. كان بيتكلم على القيم والمثلية الجنسية وإن دي حاجة بتضر أولادنا وإن هما بيعبثوا يعني بالفكرة الأساسية بتاعة العيلة إن يبقى فيه أب وأم. وابتدى يتكلم ان الناس لازم ترجع، حتى كل الكتب المقدسة بتقول الطبيعة بتقول ايه، فلازم الناس ترجع للكتب المقدسة واحنا لازم نحمي عيالنا واحنا عندنا كنيسة أرثوذكسية ومش هنسمح لحد بكده. الموضوع يعني اخد بعد تاني بعيد عن الحرب. وعلى فكرة هو مش اول مرة يعمل كده، خلينا نفتكر بس ان هو في السنة اللي هو غير فيها الدستور عشان او كان في استفتاء على الدستور عشان تغيير مدة الحكم بتاعته، أضاف مادة في نفس يعني سياق الاستفتاء، إنه الاستفتاء كان على مادتين. المادة التانية كانت هي إن المثلية الجنسية تكون محرمة في الدستور الروسي، وحط الاتنين مع بعض في نفس الاستفتاء. فحركة ناس كتير وأنا منهم يعني اعتبرناها يعني تجارب الدين أو يعني دخول المواضيع في بعض، إن هو عشان يعدي موضوع المدة الرئاسية دخل دي في دي عشان عارف إن قطاع كبير من الروس هم ملتزمين دينياً ومش حابين حاجه زي كده. الغريب بقى في الموضوع ان كل طرف من الطرفين بيقول لك ان احنا مش هنتنازل وهننتصر، وعلى فكره احنا يعني لو علينا حابين ان الدنيا تهدى والوضع يستقر، بس محدش دعا للسلام. بايدن بيقول ان بوتين ما دعاش للسلام، وبوتين بيقول ان بايدن ما بيدعوش للسلام، وان زيلينسكي برضه بيحاول يعني يهيج الدنيا. بس لو حد فعلا عايز يتكلم في السلام وان احنا نوقف الحرب ويعني نوقف اعداد القتلى والجرحى والشهداء والكلام ده كله، احنا مستعدين. كل طرف بيقول ان هو مستعد، وكل طرف بيقول ان هو مستني التاني او التاني مش مبدي مبادره للسلام. ومن الناحيه الثانيه برضو كل واحد بيصعد، يعني هو زياره بايدن لكييف دي هي زياره مستفزه في حد ذاتها، والكلام اللي قاله كلام مستفز. وفي نفس الوقت روسيا اعلنت بقى ان هي اللي هتعلق الاتفاقيه بتاعت نيو ستارت، ونيو ستارت دي اتفاقيه نوويه بين امريكا وروسيا ان هما يقللوا عدد الرؤوس النوويه، وان ممكن ناس من روسيا تروح تعمل تفتيش في امريكا والناس من امريكا تعمل تفتيش في روسيا على التزام بالاتفاقيه دي. فروسيا اعلنت او بوتين اعلن يعني في نفس الخطاب اللي كان بيقوله تعليق الاتفاقيه دي. في نفس الوقت الاخبار بتقول ان كان تم في نفس الاسبوع ده تجربه صاروخ روسي يقدر يشيل 10 رؤوس نوويه، يعني حتى هو مسمى بالصاروخ الشيطان او الشيطان 2. بس الكلام اللي بيتقال ان روسيا كانت مبلغه امريكا بالتجربه دي. زي ما قلت لكم هو صاروخ بيشيل 10 رؤوس نوويه، وهو صاروخ بعيد المدى يعني بمداه بيوصل 10,000 و11,000 ميل. كل الاخبار بتاكد ان روسيا كانت مبلغه امريكا بالتجربه، ولكن الاخبار بقى تضربت هل التجربه دي نجحت ولا لا. في ناس تقول كان لو التجربه نجحت كان بوتين هيتكلم عليها في الخطاب، بس هو بما انه ما اتكلمش عليها في الخطاب بس كده غالبا التجربه فشلت. بس بيقولوا كان في تجربه سابقه ناجحه للصاروخ ده، فالتجربه نجحت ولا فشلت مفيش تاكيد على الموضوع ده. ومن بعيد بقى خالص ترامب بيتكلم ان في المؤتمرات بتاعته ان هو لو كان رئيس دلوقتي كان عارف هيوقف الدنيا ازاي، وكان عارف هيقول لزيلينسكي ايه وهيقول لبوتين ايه، ويقدر يوصل لاتفاق يرضي كل الاطراف. بغض النظر هو يقدر يعمل الكلام ده لا، او بغض النظر احنا متفقين ولا مختلفين مع ترامب، بس فعليا الاربع سنين اللي هو كان موجود فيهم مفيش حروب قامت والدنيا كانت ماشيه مصالح وكل واحد بيشوف مصلحته وخلاص على كده، ما كانش في حروب قايمه. عموما بالنسبه لنا وبالنسبه للناس كتير وبالنسبه للكوكب كله يعني نتمنى مفيش يبقاش في حروب اكتر من كده. الناس يعني مش مستحمله ولا اقتصاديا ولا على مصادر الطاقه ولا على موضوع الشحن ولا اي حاجه، يعني الكوكب كله متبهدل يعني، فيا ريت الحرب دي تقف باي شكل من الاشكال. ورسميا تم افتتاح بيت العائله الابراهيمي في الامارات، وده حاجه شبه مجمع الاديان اللي موجود في مصر، لكن هو الفرق بين مجمع الاديان اللي في مصر والبيت العائله الابراهيمي، البيت العائله الابراهيمي اتبنى كله في نفس الوقت، هو مكان بيضم
مسجد وكنيسه ومعبد يهودي. الموضوع ده موجود في مصر، في مصر القديمه، في مجمع الاديان في مصر القديمه، ولكن مش كلهم اتبنوا في نفس الوقت. المكان اللي فيه مسجد عمرو بن العاص وكنيسه المعلقه وفي معبد يهودي. طيب القصه بدات من امتى؟ القصه بدات انه في 2019 كان في زي مؤتمر كده عن الاخوه الانسانيه، وكان حضره شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب والبابا فرانسيس، ومضوا على وثيقه الاخوه الانسانيه والدنيا كانت ماشيه تمام. من بعدها الامارات اعلنت عن انشاء بيت العائله او تاسيس بيت العائله الابراهيمي، وان المكان ده تاكيدا على الاخوه وتاكيدا على المبادئ اللي كانت في الوثيقه. وابتدى الكلام يطلع بعدها على موضوع الدين الابراهيمي الموحد، ان يعني كل الاديان السماويه هي في الاول وفي الاخر فيها ابراهيم ابو الانبياء، فكل والمبادئ تقريبا واحده ومش عارف ايه، فيبقى في الدين الابراهيمي الجديد. وناس اتكلمت ان ده عشان يسهل موضوع التطبيع وينزع اي خلافات والكلام ده، وده ما كانش في الوثيقة. يعني خلينا بس نتكلم ان الوثيقة اللي مضى عليها البابا فرانسيس والشيخ الازهر ما كانش فيها الكلام ده. وبعد كده الشيخ الازهر والبابا طواطروس الاتنين في مصر ابتدوا يتكلموا انه يا جماعة فكرة الدين الابراهيمي دي فكرة سياسية ومرفوضة من كل الاطراف. زي ما بقول لكم الكلام ده كان قديم، ولكن مع اكتمال البنى والافتتاح الرسمي اللي تم الاسبوع اللي فات ابتدى الكلام تاني على الموضوع ده، والامارات بتقول لا يا جماعة مفيش حاجة يعني ولا دين جديد ولا دين ابراهيمي ولا اي حاجة، هو مكان في الثلاث اماكن للعباده في نفس المكان، وده رمز للاخوه والتسامح ومفيش اكتر من كده، ولا في دين جديد ولا اي حاجه. بس لسه الكلام على موضوع الدين ده بيتقال بشكل كبير، وزي ما قلت لكم في مصر شيخ الازهر والبابا طادروس رافضين. الفراخ البرازيلي هل هي فعلا خطر وبتموتنا ومحقونا هرمونات والكلام ده كله؟ بصوا، الفراخ البرازيلي موجودة في السوق المصري من زمان جدا، وأشهرها كان شركة اسمها ساديا، كانت موجودة في السوق المصري من زمان، يعني بنتكلم من 10 سنين تقريبا موجودة في السوق المصري، فيها 1100 جرام وفي 1300 جرام، والدنيا كانت ماشية عادي ومحدش كان بيتكلم عن الموضوع ده. لكن أزمة الدواجن والعلف اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، وإن فجأة بقى فيه فراخ برازيلي موجودة، وهل بقى احنا طب ازاي ما كانش معانا دولارات للعلف فبقى عندنا دولارات للفراخ؟ خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. كان عندنا أزمة فراخ، الناس اللي شغالة في تربية الدواجن كان عندها مشاكل، العلف ما كانش متوفر، طب لازم نستورده، لا ده مش أساسيات، طب ما فيش دولارات، طب مش عارف ايه، ابتدى ناس كتير تخسر، وابتدى مزارع كتير للدواجن تقفل، وبعدين بعدها بفترة وسعر طبعا الدواجن ابتدى يعلى، وبعدين بعدها بفترة ابتدى يبقى فيه الفراخ البرازيلي، وابتدى بقى يبقى فيه لجان الكترونيه كتير سواء على الجانب ده او على الجانب ده. في لجان الكترونيه بتقول لك الفراخ دي احنا مش ضامنين هي مذبوحه ولا لا، وممكن تكون ميته قبل كده او مش طبقا للشريعه، ومحقونه هرمونات وبتعمل عقم، يعني حاجات كتير قوي. من الناحيه الثانيه برضو في بوست منتشر جدا ان الفراخ موجوده بشكل طبيعي، وان هي طعمها حلو وكويسه في السلق وكويسه في الشوي، ومش عارف ال 1300 جرام ب 90 جنيه. فالسؤال اللي طلع في الاخر، انا منين ما كانش معايا دولارات اجيب علف، ومنين دلوقتي بستورد فراخ مجمده من البرازيل؟ السؤال منطقي كل حاجه، وللاسف انا ما عنديش اجابه عليها. كان انا عندي راي شخصي كده، دورت كده في شويه حاجات لقيت الموضوع ممكن يبقى في حاجة بعيدة عن قصة الدولار. احنا اتكلمنا من فترة ان احنا بنحاول ننضم للمنظمة بتاعة البريكس، اللي هي برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. اتكلمنا في الموضوع ده، وكان كل دولة من دول بنستورد منهم حاجة او بنعمل معاهم نوع من التبادل التجاري في حاجة معينة. فالبرازيل لو احنا هناخد منها الفراخ في نفس اطار المعاهدة، وبالتالي احنا هندفع او التعامل ما بيننا هيكون بالجنيه والريال البرازيلي، ساعتها الموضوع ملوش دعوه بالدولار، وساعتها ممكن موضوع الفراخ هو شاكب راكب كده على بعضه، هو يكون حاجه استراتيجيه عشان فعلا ندخل في الاتفاقيه دي. انا مش متاكد من الكلام ده خالص، ولكن ده مجرد يعني تسلسل الاحداث، وبربط كده الحاجات اللي حصلت في الاسبوع اللي فات بالموضوع ده، لانه فعلا مش منطقي انه فجاه ما عندناش فلوس للعلف وبعد كده نجيب فراخ، واحنا اصلا كنا وصلنا لمرحله كويسه في الاكتفاء الذاتي في الدواجن. فده التفسير الوحيد اللي في دماغي. حاجة تانية انه سعر الريال قدام الجنيه على مدار 5 سنين زي ما الصورة قدامكم ملوش دعوة بالدولار، هو دلوقتي يعتبر زايد عن السنين اللي فاتت، لكن من 5 سنين كان بنفس السعر، فهي مش حاجة زي الدولار، الله اعلم. بس ده يعني التحليل الوحيد اللي ممكن اكون وصلت له يعني. وقبل ما اصور الحلقه على طول لقيت ناس كتير عامله شير لبوست كاتبه مرتضى منصور انه رئيس الاهلي بيحبس رئيس الزمالك. دورت في الخبر لقيت اني
نيابة محكمة النقض رفضت الطعن اللي كان مقدمه في الحكم اللي محكوم عليه بشهر سجن، فدلوقتي الحكم خلاص بات وواجب النفاذ دلوقتي، وبما ان مرتضى منصور كتب عليه انه هيتحبس فخلاص كده واضح ان هو يعني هيتم التحفظ عليه وايداعه للسجن. اتمنى المره دي يكون الموضوع بجد مش عداوه في مرتضى منصور، هي فكره ان في حكم طلع يتنفذ بس ما يبقاش حد فوق القانون باي شكل من الاشكال، خصوصا بعد التصريح اللي كان قاله خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي مرتضى منصور يعني تطاول على والده، والده ده كان يعني فريق في القوات المسلحه واحد ابطال اكتوبر، ولما خالد مرتجي قدم بلاغ عن طريق المحامي بتاعه قال في تصريح رسمي ان تاني يوم جه تليفون للمحامي بتاعه روح اسحب الشكوى دي. فالموضوع كان غريب، وكان بيتكلم يا جماعه يعني هو واحد ولا حد عارف يقدم فيه شكوى ولا الحكم اللي عليه بيتنفذ، ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، ولكن بالقرار بتاع النهارده ولو الحكم فعلا اتنفذ يعني يبقى فيه شويه امل ان ما حدش فوق القانون. وزي ما قلت هو مش عداوه في حد ولا حاجه، لكن فكره بمبدا ان اللي اخطا يتعاقب واللي عليه حكم يتنفذ عليه، عشان فكره ان انت دايما حاسس ان في حد فوق القانون او في حد مش بيتحاسب هي دايما فكره محبطه وبتفقدك اي امل. وبس كده، دي كانت اكتر اخبار ترندنج الاسبوع اللي فات على السوشيال ميديا، مصادر كلها موجوده في الديسكربشن على يوتيوب، كومنتس مفتوحه يوتيوب وفيسبوك وانستجرام، مهم نتناقش، طبيعي جدا نختلف لكن لازم دايما نحترم بعض. لو عجبتكم الحلقه لايك سبسكرايب شير في كل حته، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، سلام.